الأهلي يفوز على المقاولين العرب 2-1 ويبتعد بالصدارة مغردا في القمة وحيدا. كابتن علاء ميهوب ألف مبروك. مبروك واحدة بس. لا هي ألف مبروك لأن الفوز جه في توقيت صعب جدا. مبروك مبروك للنادي الاهلي. مبروك مبروك يا كابتن علي. مبروك ثلاث نقاط. هتقول لي الف مبروك اقول لك مبروك اروح عند الساعه 10. مبروك ثلاث نقاط طبعا مهمين جدا وبتبتعد عن اقرب منافسيك في الجدول الدوري، وده النهارده من الايجابيات او من الحاجات الايجابيه اللي حصلت في مباراه النهارده. ثلاث نقاط كانوا فعلا انت محتاجهم. مكسب كويس بغض النظر على الاداء، لكن تسافر وانت كسبان دي حاجه كويسه. ان شاء الله تروح ان شاء الله تلعب مباراه السبت وانت نفسيا ومعنويا حالتك كويسه. ان شاء الله كمان ترجع السبت ربنا يكرمك بفوز يا رب. يجي زي ما يجي بقى مش فارق عندي، بس ان شاء الله يجي السبت فوز. لكن النهارده الحمد لله دايما النهارده كنا بنقول مهم، واضح ان كولر عايز النهارده الثلاث نقاط. واضح من بدايه المباراه ان هو عايز ثلاث نقاط النهارده، لعب بتشكيل تمام شبه اساسي. فالحمد لله اللي هو لعب عليه النهارده حصل. ثلاث نقاط مهمين جدا، مبروك لعيبه النادي الاهلي، وبعدت كتير قوي بالصداره لوحدك، وده شيء ايجابي صح، عشان لما تخش في الداني في الضغطه بتاعت المباراه يا ايمن انت عندك ما عندكش مشكله ان شاء الله تكون كل الامور واضحه قدامك.